السلام عليكم. بدأت العمليات تاع إخماد الحرائق على مستوى الولايات المتضررة في بعد بداية الصائفة هذه، والعملية راهي متواصلة، وإن شاء الله هذه الحرائق ما تلحقش مستوى اللي ما نقدروش نتحكموا فيه. على كل حال هنا عندنا صور من بعض الحرائق التي انطلقت في هذا الأسبوع في كل من ولاية تيزي وزو وبجاية وكذلك في ولاية عين الدفلة. إذن فيه عملية نتاع المكافحة الحرائق بواسطة الطائرتين هذه اللي أنا شاهد فيها. إذن الطائرة الأولى هي طائرة البيرياف الروسية الصنع ذات الحمولة نتاع 6000 إذن لتر، وكذلك فيه الطائرة الثانية من نوع الاتي الأمريكية الصنع 800 واللي عندها حمولة تاع 3000 لتر، إذا نصف الحمولة نتاع البرياف، لكن عندها حرية في المناورة والسرعة في التنفيذ، وكذلك يعني فيه عندها بعض الخصوصيات الإيجابية بالنسبة للطائرة هذه، واللي نعاود نأكدوا أنها أثبتت جدارتها ونجاعتها في دول كثيرة خاصة في أوروبا، في فرنسا، في اليونان، في كثير من الدول. هذه الطائرة الأمريكية جد فعالة في إطفاء الحرائق، وإذن خاصة في أنه لو سيبلاج تاع لي فوايي دفو فيه سيبلاج مليح، لازم ما ترميش الماء هكذا كبرك، لازم تسيبلي النقاط نتاع النار، والطائره هذه جيده في قضيه السيبلاج. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو، وان شاء الله تكون فيه وصول طائره ثانيه نتاع البرياف في هذه الصائفه ان شاء الله، ان شاء الله ما تلحقش الرطار، وكذلك فيه عمل راه جاري، احنا ما نسمعوش ولا انتم ما تسمعوش ولا، لكن هي في الحقيقة فيه عمل راه جاري لتحضير للقواعد الجوية في كل من بجاية وعنابة، وكذلك فيه عملية لطلبات جديدة لطائرات جديدة، لأن الطلب عليها كثير جدا خاصة يعني في الآونة الأخيرة. يعني التحولات المناخية هذه ما تمس غير الجزائر، تمس كل دول العالم، والحرائق راهي زادت يعني بالمقارنة مع السنوات الماضية. إذا فيه طلب كبير لهذه الطائرات من دول، وفيه منافسة للحصول على هذه الطائرات، فإن شاء الله إن شاء الله احنا مع دول أصدقاء نتاعنا إن شاء الله يكون فيها وصول طائرات أخرى، وتكون فيها حلول أخرى كذلك، استعمال طائرات الهليكوبتر، طائرات الجيش الوطني الشعبي. إذا هذا هو، نخليكم تتابعوا هذه الصور عن أولى العمليات نتاع الإطفاء في الجزائر باستعمال هذه الطائرات الجديدة، والسلام عليكم.